بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في قناتكم مع عزيزي. بعد الانباء المتداوله عن اصابه ابنه الفنانه رجاء الجداوي بمرض خطير، كشفت الفنانه رجاء الجداوي عن مرور ابنتها الوحيده اميره بوعكه صحيه، ولم تكشف رجاء الجداوي عن تفاصيل هذه الازمه، بينما لاقت دعما كبيرا من متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونشرت الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها على انستغرام رسالة وجهتها إلى ابنتها الوحيدة أميرة بعد مرورها بأزمة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن. وقالت رجاء الجداوي في رسالتها: سلامتك يا نور عين مامي، ألف سلامة، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطمن عليك يا رب. وتلقت الفنانة رجاء الجداوي رسائل دعم من زميلتها في الوسط الفني، حيث علقت رانيا فريد شوقي على رسالة رجاء الجداوي لابنتها وقالت: ألف سلامة عليك يا أميرة. وعلقت أيضا الفنانة بدرية طلبة وقالت: ربنا يطمنك عليها وما تشوفي فيها حاجة وحشة أبدا. بينما وجه عدد كبير من المتابعين رسائل الدعاء لابنة رجاء الجداوي، واللي شكرتهم جميعا على دعمهم ومساندتها في هذه الأزمة.